أهلا بحضراتكم مرة تانية. كان دايما عندنا مشكلة في موسم حصاد الرز إن المزارعين ما بيبقوش عارفين يتصرفوا إزاي في قش الرز. فطبعا كان اللي بيحصل إيه؟ كان بيحصل إن هم بيحرقوا في الأرض. كان في اعتقاد خاطئ بإنه بيعتبر سماد للأرض، ده اعتقاد خاطئ تماما، ده جزء. في نفس الوقت بقى شوفوا نتائج حرق قش الرز كانت بتبقى عاملة سحابة سودة، مرضى بقى الجيوب الأنفية والحساسية، بيبقى الحقيقة حاجة يعني غير مقبولة على الإطلاق، زائد إن ليها تأثير كبير جدا في الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. كنا لسه حتى من يومين عمالين نتكلم في الموضوع ده وإحنا في عز الصيف، شايفين في مطرة والجو حر وتقلبات في الطقس، وده بيكون ليه انعكاسات كبير جدا على المحاصيل الزراعية بوجه خاص. ففكرت الدولة إنها تعمل إيه؟ تعمل مشروع مصنع لإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية في وادي النطرون، اللي هو الخشب الـ MDF أو الخشب المضغوط، ده لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأخشاب، وفي نفس الوقت عشان نمنع هذه السحابة السوداء المضرة. وأعتقد أن سعر قش الرز اللي بيخرج من الفدان بيصل إلى 1200 جنيه، طبعاً هو كان البديل إيه؟ إن هو كان بيحرقه، فهو دلوقتي بيستغله المزارع فبيكسب من قش الرز اللي بيسلمه لهذه المصانع، وفي نفس الوقت في صناعة دايرة في وادي النطرون. خلينا نروح نشوف هذا المصنع مع كريم بيبرس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا لسه موجودين في محافظة البحيرة وتحديداً في وادي النطرون. زي ما شفنا كده فكرة توطين الصناعات وفكرة افتتاح المصانع المختلفة هنا في محافظة البحيرة، شفنا مع بعض مصنع الخاص بالكيماويات، لكن كمان في مصنع جديد وهو بقاله 6 شهور فقط، مصنع نقدر نقول عليه صديق للبيئة. مش بس صديق للبيئة، كمان بيوفر فرص عمل، وكمان بيصدر الانتاج بتاعه للخارج، وكمان بيوفر الانتاج المحلي أو الاحتياجات المحلية. مصنع الأخشاب اللي موجود هنا في وادي النطرون الحقيقة أنه هو مقام على مساحة، المفترض الخطة بتاعته على مساحة 10,000 متر، المرحلة الأولى فقط 2000 متر. هنشوف دلوقتي المصنع ده بيخرج منه منتج شكله عامل إزاي، بنشوف كمان بيتصدر لإيه، بيستخدم في إيه، ولكن عشان نعرف ده أكتر معايا دلوقتي الأستاذ السيد عبد الله وهو مدير الإنتاج الخاص بالمشروع أو بمصنع الأخشاب. ياريت حضرتك تكلمني على المشروع نفسه في حد ذاته والمصنع وإيه المنتج اللي بيخرج منه في الأساس. ده مصنع إنتاج الخشب الحبيبي والمخلفات الزراعية، جميع المخلفات الزراعية بتدخل في إنتاج الخشب الحبيبي. إنتاج الخشب الحبيبي منتشر في مصر يعني لعدة أسباب، أهمها رخص سعره بالنسبة لأنواع الأخشاب التانية، واستخداماته سهلة وبسيطة، بيدخل في معظم الصناعات الخشبية في مصر وبعض دول العالم. يعني ليه هو استخداماته سهلة؟ وهل المواد بتاعته متوفرة كتير حوالينا؟ المواد متوفرة من المخلفات الزراعية. زي أكتر من 90% من المخلفات الزراعية بتدخل في إنتاج الخشب الحبيبي. زي إيه بقى؟ مخلفات الأشجار، جميع مخلفات الأشجار، الفواكه، الموالح، الخضار والفاكهة، القطن، الذرة، قصب السكر، معظم المخلفات الزراعية. كان قبل كده بيحرقوها الفلاحين وكذا، دلوقتي دخلت في صناعات، معظم في صناعات كتيرة منها الخشب الحبيبي. يعني وده من أهم الأسباب اللي دخلت الخشب الحبيبي يعني شغال كويس، عشان الخامات بتاعته رخيصة. احنا قلنا انه المصنع ده على مساحة 10,000 متر، عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي المصنع المقام دلوقتي على مساحة كام اللي موجود، ودي المرحلة الكام منه؟ المصنع على مساحة تقريبا 10,000 متر، ودي أول مرحلة منه، وإحنا في تجارب إنتاج. يعني إحنا بادئين هنا من حوالي 6 شهور، وفي تجارب تركيبات، يعني بادئين تركيبات هنا من حوالي 6 شهور، ودلوقتي في تجارب إنتاج بقالنا شهر، وإن شاء الله يعني زي ما أنتم شايفين كده عندنا منتج، ومنتج محترم يعني ان شاء الله للسوق المحلي، وعندنا فرص تصدير ان شاء الله بره مصر. عايزين نعرف كمان يا فندم المصنع ده بقاله قد ايه تقريبا شغال، وحجم الانتاج يوميا بيصل لقد ايه؟ الانتاج، طاقه انتاج المصنع تقريبا احنا 2000 لوح تقريبا، احنا ان شاء الله بنسعى نطور نوصل 2500 لوح و3000 لوح، وان شاء الله يبقى عندنا خطوط انتاج تانية. المستهدف انه في نهايه يعني انتهاء من المصنع نوصل لكام لوح في اليوم؟ لا احنا الهدف، احنا ان شاء الله عندنا امال ان احنا نوصل بخطوط انتاج توصل 10,000 لوحه او 12,000 لوحه ان شاء الله. يعني بالنسبه للمنتج اللي بيخرج بيتم استخدامه في ايه؟ ايه الحاجات اللي بيتم استخدامه فيها عامه، سواء هنا او حتى لما بنصدره بره؟ احنا دلوقتي شغالين سوق محلي وعندنا تصدير، سوق محلي وتصدير، وانا قلت لحضرتك قبل كده ان احنا لسه يعني ايه في انتاج اولي داخلين بسوق محلي، وعندنا
تعاقدات بره، بعض الدول بره في تعاقدات وفي طلبيات شغالين فيها. تعاقدات بره زي مع مين؟ بلاد مين يعني؟ ماليزيا، في عقد مواقع بينه وبين ماليزيا، بين الشركه وبين شركه من ماليزيا. يا ترى بنتعامل ازاي مع العماله وبنأمنهم ازاي في ظل الاجواء دي بشكل عام؟ العماله عندنا تقريبا 60 عامل على الخط، بيشتغلوا 24 ساعه، كل معاملات الامان ان شاء الله احنا بنحاول نغطيها، بالنسبه للكمامات، السفتيات، الجوانتيات، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا كل معاملات الامان تبقى موجوده. الخط شغال اوتوماتيك، هو ان شاء الله اوتوماتيك 100%، بس حاليا عشان اطلع حضرتك ان احنا هنوصل بيه ان شاء الله اوتوماتيك 100%. العماله معانا عماله متابعه للمكن، المكن خط انتاج شغال اوتوماتيك، المراحل بتسلم بعضها، العمال عندنا عمال متابعه ومراقبه وصيانه. يعني اذا نقدر نقول كده على المصنع ده ان هو برضو بيحافظ على البيئه، بما ان احنا بنخلي الفلاحين بدل ما يحرقوا المخلفات بتاعتهم لكن بيتم استخدامها، هو بيستفيد بيها ماديا واحنا بنقدر نستفيد بيها بشكل عام هنا في المصنع. بالتاكيد هي مفيده، لان كان من كام سنه كنا بنشوف الحرايق بتاعه قش الرز والمخلفات الزراعيه والحاجات دي، وبنشوف الحرايق وكلام من ده، وكانت بتعمل مشاكل كتير. ظهور استخدام الخشب الحبيبي واستخدامه في بعض الصناعات زي الخشب الحبيبي، يعني طبعا في اولا للفلاح عليه هامش ربح للفلاح، لانه بيزرع سواء كان بيزرع كتان او بيزرع ذره او بيزرع قطن او فواكه، هو بيستفيد، هو بيبيع لي. صحيح ان التكلفه يعني السعر مش غالي، السعر مش غالي، بس على الاقل احسن ما كان بيولع فيه. صحيح. بيضر البيئه، دلوقتي هو بيستفيد مقابل ماده حتى لو قليل. يعني بيستخدموا في ايه بالظبط الحاجات دي؟ الخشب الحبيبي بيستخدم في جميع الصناعات الخشبيه تقريبا، يعني تقريبا في جميع الصناعات الخشبيه زي صناعات الموبيليا، شركات المقاولات، شركات البترول بتستخدمه، اللي هو استخدام مره واحده في الهناجر والحاجات بتاع المواقع، بيستخدم في الصناديق بتاع التصدير، كان المعدات للتصدير وكل انواع الموبيليا، وزي الابواب والشباك بيستخدم حشو داخلي، حشو داخلي في الابواب كده. استاذ السيد عبد الله بشكرك جدا على المعلومات الوفيه.